يا شباب، هيا شباب، هاي قم 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 يلا هاي. كيتا قم قم قول قم شو لنقطع يا اخي، وروح سلم ماكل. خاف الله يا اخي ربي يا كيتا، ما ينفعنا لابو سعيد، ابوها وامها ويعرف ماكل مفن ولا حتى مبطل. حتى مبطل الله اكبر عليكم. حتى مقطع حتى هيا من يوم ما اخرج من بيتنا قطه. هيا الله يقول لك صل على النبي. الفلوس اللي معك خلها. لا والله خلها. والله لا تجيبون قطه. والله اليوم عندي فطور ما وصل ماكل. ها عندي والله ما من لا تشوف كله اي حاجه تبغاها. اسمعني جبن اللي تجيبه اهم شيء بيبسي وفره. الله يستر عليك. تعال بيبسي بارد بارد. اجل اجل جيب مقطع جيب مقطع والله تبع منك فائدة. سلام حشا. عريقة مرة الدنيا عريقة. انتو حكومة حكومة حكومة. بطال ام باب يا ابو سعيد الدنيا برا. قلت لكم والله حكومه قلت لكم ابيته. واه تستاهلون. المشكله مو هنا. مدري مو يا اخي شبه صاحبنا مضر مليان الحمد لله. طيب مو هذا برا ضرب نبهتوك قبل المغرب قلت لك قم 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 ابيته. اه صح انا ما قلت لكم حكومه برا. اي والله يا اخي بس ما ندري مو السالفه. السالفه ممنوع الخروج من المنازل. الدوله حريصه على سلامتنا. ها سلامة المواطنين والمقيمين اللي داخل المملكة العربية السعودية. أيوة. تمام. وأعطى الحظر ممنوع التجول من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا. أيوة. تمام. يعني ما تطلع نهائيا، خذ أغراضك الصباح إلى المغرب. الدولة سخرن أموالها وسخرن جهدها في حماية مواطنيها من هذا المرض، وأعطنكم وقت معين من الساعة 6 الصباح إلى 7 المغرب تأخذ احتياجاتك وتأخذ نفعتك من أي دكان، ومن بعد الساعة 7 لا تخرج. والله سمعا وطاعة للدولة، ما وضعت هذا القرار إلا في مصلحتنا احنا. أكيد أكيد. والله في مصلحتنا والحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، ربي لك الحمد. طيب سمعا وطاعة وإن شاء الله ما أخرج من بيتي إلا الظهر. والله سمعا وطاعة. سمعا وطاعة بإذن الله ما عاد أخرج من البيت إلا إن كان الحالة ما عاد فيها إلا إن كان أنا قصوى هنا تطلعني. غيرها أنا ما أطلع. خلوكم في البيت لسلامتكم. خلوكم في البيت. خلوكم في البيت لسلامتكم. خلوكم في البيت لسلامتكم. إلى كلمة مؤثرة أبوية من خادم الحرمين الشريفين. هذه الكلمة حملت عدة معاني تؤكد على أن المملكة العربية السعودية تجعل صحة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها أولوية عالية جداً.